أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ملعن عدوهم، منصر ولدهم، مقتدى مقتدى مقتدى. يا الله يا محمد يا علي يا من ينصرنا. لا يزال الكلام والبحث قائما في الآية القرآنية 78. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيدي ومسلم مولاي، أتاكم الله بخير. من سورة الإسراء، حيث أن هذه الآية قالت: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقلنا أن هذه الآية تشير إلى وقتين مو ثلاثة أوقات. المشهور قالوا أن هذه الآية تشير إلى وقتين من أوقات الصلاة. وأما بعض علماء الإمامية قالوا أن هذه الآية تشير إلى ثلاثة أوقات، ثلاثة أوقات مو وقتين. شنو سبب هذا الخلاف الحاصل ما بين علماء الإمامية؟ إذا نراجع الصلوات، الله سبحانه وتعالى يبدأ بتعداد هذه الصلوات من صلاة الظهرين، المن صلاة العشاءين، صلاة الفجر، مو صحيح؟ قالت الآية القرآنية أقم الصلاة من دلوك الشمس زوال إلى غسق الليل. اختلفوا بالغسق، ناصر بعض وهو الأعم الأكثر من علماء الإمامية ذهبوا إلى أن معنى الغسق هو منتصف الليل. فإذا كان منتصف الليل، بعد عندنا الصلوات شو صار وقتها؟ من دلوك الشمس المن إلى منتصف الليل. والوقت الآخر عند طلوع الفجر، صادق؟ وقرآن الفجر، ما ذكرت بعض وقت آخر، ذكرت لو ما ذكرت؟ ما ذكرت. لكن البعض الآخر من علماء الإمامية ذكروا أن الغسق ليس هو منتصف الليل، وإنما هو بداية الظلمة، بداية الظلمة، بداية ظلمة الليل. من تبدأ؟ من المغرب. فشي صنع عندنا ثلاثة أوقات. الوقت الأول من دلوك الشمس إلى بداية الظلمة المغرب، والوقت الثاني من الغسق اللي هو بداية الظلمة إلى الفجر، والوقت الثالث، الوقت الثالث هو الفجر. واضح لو مو واضح؟ هذا الرأي اللي يعمل به سيد الشهيد، هذا مقتضى الآية الكريمة. زين، ثلاثة أوقات. واضح الخلاف شلون حصل؟ لذلك السيد الشهيد عندما يسأل ما هو الوقت الأصلي الذي يمتد لصلاة العشاءين، صلاة العشاءين يمتد وقتهما الأصلي من المغرب إلى الفجر، لا إلى منتصف الليل. واضح الكلام لو مو واضح؟ زين، هذا أتقدم الكلام كله، أتقدم بحث الآية السابقة. الآن وين نريد نناقش؟ احنا قلنا آيات الأحكام تفيدنا بالنقاش مع إثبات الأحكام الشرعية مع بقية المذاهب الإسلامية. أنا طالب علم، من يجيني طالب كلية شريعة، فما ناقشه بالرواية والحديث وما شابه ذلك، هذا ما يفيد. هذا يبين أنا ما أدي التفقه،
فالصحيح إذا أجى طالب من كلية الشريعة ناقشة في القرآن. فالسؤال المطروح عليكم السلام مولانا السلام، فالسؤال المطروح من قبل أبناء العامة، ما هو دليل الشيعة الإمامية من القرآن على جواز الجمع في الصلاة؟ واضح أو واضح؟ هذا بعد، ما هو الدليل القرآني ها على، ما يقول لك الروائي، ما يقول الحديثي، ما يقول جيب لي حديث وجيب لي رواية وجيب لي كذا، جيب لي خبر مسند أو مرسل أو متصل أو صحيح أو موثق أو ضعيف. لا، أبناء العامة عندما يناقشون الشيعة الإمامية يطالبونهم بآية قرآنية. ما هي الآية القرآنية الدالة على جواز الجمع ما بين الصلاتين، ما بين صلاة الظهرين وما بين صلاة العشاءين، جواز الجمع من غير علة؟ ولهم عدهم الجمع لعلة جائز، إذا أكو مطار، إذا أكو حروب، إذا أكو مثلا أمر معين جائز الجمع عدهم. لكن الآن السؤال المطروح هو هذا، جواز الجمع ما بين الصلاتين لغير علة. خل نكتب مقدمة، لأنه المقدمة هواي تفيدنا. بعض الأدلة الشرعية عندما ترد يوجد فيها شنو؟ شمول واستيعاب لمصاديق متعددة. بعض الأدلة الشرعية عندما ترد يوجد فيها شمول ويوجد فيها عموم ويوجد فيها استغراق لأفراد متعددة. شمول، شوف، إذا ظهر فساد ولم يظهر العالم علمه، يا عالم هذا ومطلق عالم مطلق، ما حدد عالم النحو، عالم الدين، عالم الفلسفة، عالم الأخلاق، ما حدد. ولم يظهر العالم علمه مطلقا، هذا إطلاق صحيح. أخذنا الشمول في بعض الأحيان نطلق عليه إطلاق، فالإطلاق ما هو؟ شنو الإطلاق؟ تعرفها؟ عدم ذكر القيد، ما قال العالم الديني، ما قال العالم النحوي، ما قال العالم الفيزيائي، ما قيد. المولى لم يذكر القيد، وبما أنه لم يذكر القيد فهو لا يريده، فالمولى لا يريد القيد، يريد مطلق العالم. كل إنسان عدة حصيلة معلومات معتد بها يشتغلون يمه زين. أما التقييد شنو معناه؟ هو ذكر القيد. هسه شوف الآية القرآنية ايش قال، أحل الله البيع، مفرد بيع، مفرد محلى بأن، ما قال أحل الله بيع النسيئة، أحل الله بيع السلف، أحل الله بيع المحابات، أحل ما قيد، ما قال أحل الله بيع السلام، وإنما أحل الله البيع. هذا إطلاق له مو إطلاق، إطلاق معناه عدم ذكر القيد. بعد الله سبحانه وتعالى ما يريد القيد، لأنه لو أراده لذكره، وبما أنه لم يذكره فهو لا يريد. فندفع دخالة القيد المشكوك والقيد العدم، عفوا بالأمر العدم بالإطلاق، نقول إطلاق محكم. نرجع لآية القرآنية نعمل فيها هذه القاعدة. هسه شنو صار عندنا؟ صار عندنا قيد محتمل. من إجى احتمال القيد؟ من ادعاء البعض، قالوا يجب التفريق ما بين الصلوات اليومية، صل الظهر، فإذا بلغ الشخص بعد زيادته ذراعين يعني متر صل العصر، هم يجي يقولون صل المغرب إذا استتر القرص، أبناء العامة يقولون
فإذا زالت الحمرة المغربية انتهى وقت المغرب، فصلي العشاء. يجب التفريق ما بين الصلوات يوميا. وما يجي قال الله سبحانه وتعالى أطلق سنت سنت. شوف ها احنا شنو قلنا؟ هم ادعوا امر وجودي وهو التفريق ما بين الصلوات اليومية وأداؤها فرادى، يعني عفوا مفردة مو جمع. زين، تفريق ما بين الظهر والعصر، تفريق ما بين المغرب والعشاء، فادعوا قيد التفريق. احنا شنو قلنا؟ قلنا قيد التفريق غير واجب، لم يذكره المولى. المولى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس بقيد التفريق، ما جاب القيد. يا جماعة أحسنتم، واضح لا واضح؟ شوف الدليل مع من؟ مع من يقول بعدم التفريق، يعني بالأمر العدم، بعدم بعدم. احنا القاعدة أقم الصلاة، شلون القيمة؟ إذا أردت أن تفرق ما بين الصلوات يفرق، ما تمشي. إذا تريد تجيب النوافل والعبادة وكذا أخرها فوق العصر مقدار ذراعين، ماكو إشكال. واضح المسألة؟ أعتقد واضح. وإذا تريد تجمع اجمع. فنحن أصحاب القول العدمي وهم أصحاب القول الوجودي. الآية القرآنية واضحة جدا بها إطلاق. شنو قالت؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا ما قالت بقيد التفريق. إلى غسق الليل، ما قالت بقيد التفريق. فندفع القيد الوجودي بالقيد العدمي، بالأمر العدمي عفوا، ندفع دخالة القيد المشكوك. وأكو قيد مشكوك مدعو، قيد التفريق هذا قيد التفريق مدفوع. قرآن الفجر يمكن بي قيد. ها؟ قرآن الفجر بي قيد. شو قرآن؟ هي يعني صلاة وحدة. صلاة الفجر يعني. ما بيها لا جمع ولا تفريق. آه. هي صلاة وحدة. صلاة وحدة. لا ما بيها. واضح الكلام؟ دليلنا؟ إذن الدليل القرآني مع من؟ مع الإمامين، مع مدعى الإمامين. ومن ادعى التفريق قيد التفريق فعليه بالدليل. جيب لي دليل قرآني. يلا انت ناقشتني، انا من اجيب لك رواية من عندي، تقبلها او ما تقبلها؟ ها يلا هسه انت عليك بمن؟ بالدليل القرآني. لذلك قال المصنف: ثم أن مقتضى إطلاق الآية الكريمة أن الظهرين والعشاءين يجوز التفريق، يجوز إيقاعهما في أي جزء عليكم السلام من الفترة المتخللة بين الدلوك والغسق، وهو يذهب إلى أن الغسق هو منتصف الليل. واضح لأم واضح؟ ونخرج عن هذا الإطلاق بالنسبة إلى نهاية الظهرين وبداية العشاءين، فإن الدليل ها شريد يقول؟ شريد يقول؟ يقول آية القرآنية ما حددت عندما قالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس الزوال، صحيح؟ غسق الليل منتصف الليل، ما حددت. قالت الوقت المختص بصلاة الظهرين من الزوال عليكم السلام حضرات من الزوال المن إلى المغرب. واضح؟ أكو إطلاق بالآية. أنت منين جبت هذا التحديد؟ على عليكم السلام ولا حياكم على قول علماء الإمامية، منين جبت هذا التحديد؟
الآية قالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وعلماء الإمامية لعم الأغلب يقولون أن دلوك الشمس هو الزوال وغسق الليل هو شنو؟ أحسنت، هو المنتصف. هذا التحديد من جبته؟ أن صلاة الظهر من الزوال إلى استتار القرص، يقول من دليل خارج الآية، يعني من رواية، خرجنا من هذا الإطلاق برواية، واضح؟ بس على القول الثاني نحتاج رواية لو ما نحتاج، أن الغسق هو بداية الظلمة ما نحتاج، ما نحتاج دليل روائي مو قرآن، لا قرآن لازم يطابق مع القرآن. هسه راح يكون قرآن على القول الثاني، على القول الثاني أن الغسق هو بداية الظلمة، راح يصير وقت صلاة الظهرين من الدلوك إلى المغرب، ووقت صلاة العشاءين من المغرب إلى أذان الفجر. يعني الفرق في تفسير الغسق. أي أحسنتوا، لا اختلفوا علماء الإمامين، لذلك شوف شو قال هو، فإن الدليل الخارجي شوف، ونخرج عن هذا الإطلاق بالنسبة إلى نهاية الظهرين وبداية العشاءين، فإن الدليل الخارجي قد دل على أن نهاية الظهرين وبداية العشاءين هو الغروب، دليل خارجي خارج الآية. زين، المهم شنو عرفنا الزوال؟ هسه نجي إلى قول أبناء العامة، أبناء العامة نقولهم متى يصح إيقاع صلاة الظهر؟ نريد دليل قرآني، قالوا عند الدلو. قلنا ما هو معنى الدلو؟ شو معنى الدلو؟ هو الزوال. لماذا أطلق القرآن على الزوال هو الدلو؟ لأن الإنسان عندما ينظر إلى الشمس في ذلك الوقت يدلك عينيه، يفركن لشدة ضيائها، واضح؟ يدلك شدة ضياء شنو؟ الشمس. هذا من تيم العدة. زين، شنو معنى الزوال؟ الظل من النقصان إلى الزيادة. ها؟ من النقصان إلى الزيادة، أو من العدم إلى. أحسنت، هو زيادة الظل بعد نقصانه، هذا التعريف الأول، أو حدوثه بعد انعدامه. ليش اختلفوا الفقهاء بهذا التفسير؟ لأن الشمس إذا إحنا جينا هذا التحديد يبحثون العلماء، خصوصا سيد الخوي يبحثه وين؟ في كتاب مستمسك العروة الوثقى، تقريرات الشيخ البروجردي الله يرحمه، يقول الشمس تتحرك، هي بالأرض تتحرك من خط الاستواء إلى الميل الأعظم الشمالي، أكو 23 درجة، وأكو نقطة ما توصلها الشمس اللي هو نفس الميل الأعظم الشمالي، مش قد المسافة. سيد الخوي أخطأ، يقول 24 درجة. أصحاب الاختصاص قالوا لا، 23 درجة مو 24، فتصعد من خط الاستواء إلى الميل الأعظم الشمالي، واضح؟ مش قد 3 أشهر، هذا فصل، وتنزل من الميل الأعظم الشمالي إلى خط الاستواء ب3 أشهر، هذا الفصل الثاني، وتنزل من خط الاستواء إلى الميل الأعظم الجنوبي ب3 أشهر، هذا الفصل الثالث، وتصعد ب3 أشهر. هاي الحركة. بس ليش اختلفوا بالتعريف؟ بعضهم يقول الزوال هو زيادة الظل بعد نقصان، يقول لأن الشمس لو فرضنا أكو شخص، نفرض شخص شنو يفعل؟ شيء معتدل، حديدة معتدلة، جدار معتدل، يقول الشمس بداية شروقها راح يكون ظل الشاخص إلى جهة المغرب بشكل شنو؟ طويل جدا، لأن هي الآن يبدأ يقصر. أحسن، كلما ارتفعت راح يقصر الظل، صحيح؟ لا،
إلى أن تتحول الشمس وين؟ إلى جهة المغرب. راح يتحول الظل وين؟ إلى جهة المشرق، لأن صارت من هالجهة. ويبدأ يزيد بداية زيادته وزوال. هذا يسمونه زيادة الظل بعد نقصانه. أو حدوثه. إعلان الشمس عن كبد السماء. لا، دخول الشمس في دائرة نصف النهار الوهمية. هذا بعض الفقهاء يشعرف. المهم ليش عرفوا التعريف الثاني حدوثه بعد الانعدام؟ يقولون ها، يقولون الشمس من تصعد من خط الاستواء للميل الأعظم الشمالي راح تفوت على بعض المدن، تصير فوقها مو شبه عمودية، عمودية بحيث الظل يختفي تماما، ظل الشاخص. بداية حركتها راح يظهر، يحدث، يوجد. هذا بعد مو زيادة، هذا وجود وحدود، واضح؟ ومن تنزل هميش، يعني كل بلد يومين تمر عليه الشمس بشكل عمودي. ويحددونها مكة بشهر معين، راح من بالي يوم 21 تموز أعتقد، أي يمكن أعتقد. وبهذا اليوم يحددون القبلة بالبلدان، لأن الشمس تكون عمودية على مكة، فيختفي الظل نهائيا. المهم ببحث إن شاء الله ناخذ بالفقه الاستدلالي. نجي لمن هذا الزوال؟ المغرب أنا بينت بعد شنو معنى ذهاب الحمرة المغربية عن المشرقية، واضح؟ مو شرط تعبر سمة الرأس، يعني ارتفاع الرأس، لا، حتى لو ما عبرت. بعض الفقهاء قالوا إلا أن تعبر سمة الرأس، واضح؟ وأما الوقت المختص بالعشائر بعد مختلفين به الفقهاء، بعضهم يقول للفجر، بعضهم يقول منتصف الليل. هذا التفصيل. خلنا نجي لمن الروايات. روايات الشيعة الإمامية قال وقد أشارت إلى هذا. شنو هذا المعنى؟ جواز الجمع بين فريضتين. عدة روايات منها صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، سألته عن وقت الظهر قال ذراع من زوال الشمس. من يقول لي هذا الذراع شنو؟ أدرى أفتير. إحنا مو قلنا زيادة بمقدار شنو؟ عقدة إبهام أو عقدة سبابة كافية. قال ليش يقول ذراع؟ وقت الفضيلة. هذا يحكي عن وقت الفضيلة. قال ذراع. يعني إذا بدأ يعني ساعة تقريبا، ساعة إلى ساعة ونص على اختلاف الأيام. نعم. ووقت العصر إذا تريد استحبار تبقى تتعبد من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، إيش قلت؟ قال ذراعان، يعني متر. زين. ووقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله، ليش أقول لكم الشخص؟ مو شرط أنه أخلي لي عمود أو بوري أو ما، لا لا، مو شرط الحائط. فقبل ما عندهم، ما عندهم ساعة، شنو عندهم؟ الظل باعوله إذا زاد، وهذا زوال. أي قال ثم قال إن حائط مسجد رسول الله كان قامة، قد قامة الإنسان سبعة أقدام، يعني تقريبا مترين تقريبا. وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى ذراعان صلى العصر. ثم قال أتدري لما، هاي لما باللغة علما المجهول، علما لمعرفة علة الحكم. إذا يقول لم أداة نفي، بس من يقول لما هذا جايبين علة الحكم، الإمام علة الحكم، سبب الحكم. ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ ليش الله خلان هنا بالتشريع؟ قلت لما جعل ذلك يا ابن رسول الله؟ قال لمكان النافلة. يعني إحنا الشيعة شنقول؟
يجوز التفريق ما بين الظهر والعصر، لكن لمن يصلي النافلة يحتاج وقت. نعم، اطمئن ركع وتعبد تهجد به. قال لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك يعني الظل ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. ومما يدل بصراحة على جواز الجمع في بداية الوقت في العشاءين أيضا صحيح الزرارة الأخرى عن أبي عبد الله الصادق، صلى رسول الله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، يعني جمع ما بينهما بدون سبب، لا أكو مطار لا أكو حار لا أكو كذا. المهم شوف، قال وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة، جمع بين الأصل، وإنما فعل ذلك رسول الله ليتسع الوقت على أمته. فعلا احنا اذا نقول لهم كل ساعتين تعصلي، وكل ساعه الناس عندها اشغال عندها اعمال عندها ارتباطات عندها. المهم، وهذا مضمون المضمون قد ورد في الروايات من غير طرقنا ايضا، فقد عقد مسلم منه صحيح مسلم بعد بابا باسم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، مو سفر، في الحضر، وذكر تحته مجموعة من الروايات، منها رواية ابن عباس حبر الأمة عبد الله بن عباس، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعاً جميعاً يعني جمعاً، والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف، يعني ما هم يقولون جمع من غير علم، هاي الروايات ولا سفر. وأضاف مسلم في رواية أخرى أن ابن عباس سئل عن ذلك فأجاب أراد أن لا يخرج أحدا من أمتي، أن لا يحرج أحدا من أمتي، مثل ما قلت لك حتى يتسع الوقت لأمتي فيؤدوا أعمالهم، وإلا إذا كل ساعة قال لك تعال صلي هذا حرج، يوقع الأمة بالحرج. وروى مسلم أيضا بسنده المنتهي إلى عبد الله ابن شقيق، شوف شو يقول هذا عبد الله، والرواية موجودة وين؟ صحيح مسلم، يقول خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، يعني دخل وقت صلاة المغرب، شو ما صلى العصر ابن عباس، وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، هات وقتي صلاة العصر. فجاء رجل من بني تميم لا يفتر، الفتور يعني اكو واحد يرتخي نريد حاشي لفت وجيه، هذا جاي شنو يصول ويجول ولا ينثني، قال الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك، تتعلمني بالسنة ها، هو تلميذ أمير المؤمنين. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري، شكيت في الأمر هذا النقل صحيح أو لا، قال فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت المن شكيت بكلام ابن عباس، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته، لا صحيح جمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وغير الليل. فإذا الدليل القرآني مع من؟ مع أبنائه، مع أتباع مدرسة أهل البيت، لا مع أبناء العامة. والحمد لله رب العالمين، قطع النظر عن الروايات، الدليل القرآني قطع النظر عن الروايات، لا تباوع إلى صحيح مسلم ولا إلى كتبنا الأربعة، مجرد إلى النقل القرآني فقط وفقط، والحمد لله رب العالمين.